طيب نيجي لمشكلة موجودة في التريننج، إيش هي هذه المشكلة؟ الـ Vanishing و Exploding Gradients. تمام؟ سجل ملاحظة هنا إنه هذه المشكلة بتكون متواجدة مع الطبقات العميقة جدا. إيش المعنى؟ المعنى الأساسي Vanishing يعني إنه بصير في عندي تلاشي للويتس أو تضاؤل في قيمة الويت وتكون إنه قريبة من الصفر. يعني كأنه مثل بالضبط، والإكسبلودينج إنه قيمة الويتس بتصير إنه كبيرة جدا. يعني المشكلة إنه يا تضخم يا تضاؤل. تمام؟ عشان هيك انا حكيت لكم انه هذه مع الطبقات العميقة، عشان هيك سجلوا عندكم انه هذه الطبقة مكون من كم طبقة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 طبقات. طبعا هذا كلام انا ممكن اطبقه انه تكون النتورك اكبر من هيك يعني تحت، بس انه احنا بس للتوضيح انه كيف شكل انه الديب نتورك كيف بتنتج هذه المشكلة مع الطبقات العميقة مثل هاي النتورك اللي احنا شايفينها امامنا. طيب احنا متفقين انه هذه W1 في الطبقة الأولى، هنا W2، W3 آخر طبقة WL. الأوفر فيتنج بيكون انه يعني البرفورمانس تبع الموديل انه بيكون بينحاز لسبيسيفيك داتا سيت. تمام، لكن هذه مشكلة عامة ما لهاش علاقة بالاوفر فيتنج، انه انا يعني هو تحدي في تدريب الشبكات العميقة لما اضيف طبقات كثيرة كثيرة في الشبكات زي ما احنا شايفين هنا في المثال 9 طبقات او 10 طبقات. تمام، راح الاقي انه الجريديانتس اللي هي الويتس راح يا اما تتلاشى يا اما تتضخم. حنشوف من وين التلاشي بيجي ومن وين التضخم بيجي، فبالتالي هذه مشكلة في تدريب الشبكات العميقة جدا إن صح التعبير. تمام؟ خلينا نشوف من وين بيجي هذا التضخم أو هذا التلاشي. حكيت إحنا اتفقنا هاي W1 2 لغاية WL. تمام؟ أنا عندي الجي زد. تمام؟ وأنا بدي أفترض هنا بس إنه عشان انه نريح راسنا منه هلقيت انه بدي افترض انه البي ال بتساوي زيرو. تمام، الواي هات ايش بتساوي؟ اللي هي جي زد حاصل ضرب الويت. الواي هات اللي هي عبارة عن الجي زي وبتساوي دبليو في اكس W ترانسبوز صح؟ زائد البي، احنا البي صفرناه فتحنا منه مرحليا بس عشان احنا بدنا نفهم. تمام؟ طيب هلقيت الواي هات هنا ايش حطت لي اياها؟ ايش بتساوي؟ WL WL ماينس 1 WL ماينس 2 الى 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 W 3 2 1 وبعدين مضروبة في الاكس. هل بينفع انه يعني انه تكون الواي هات انه زي هيك انه حاصل ضرب الويتس لكل الطبقات؟ ليش لا؟ خلينا نشوف نفكفكها. طيب هجيت هذه، طلعوا لي على هذه، هذه عبارة عن ايش؟ هي اللي حاطيتها في المربع. W1 في X اللي هي ايش؟ A1. طيب A2 ايش بتساوي؟ W2 في A1. كمان مرة هي اكتب لكم اياها هنا بشكل منفصل. A2 ايش بتساوي؟ W دائما بنبدأ بال W. تمام، 2 في هذه الطبقة ضرب الاكتيفيشن تبع الطبقة اللي وراها A1 فوق عفوا.
تمام صح. طيب مش هذه A1 اللي في المربع وهذه W2، معنى ذلك انه هذا اللي في المربع هذا هو A2، نضرب في W3 ايش بيطلع لي؟ A3، وهكذا. يبقى صحيح المعادلة ولا يبقى بيطلع لي الواي هات ولا ما بيطلع الواي هات؟ احنا بس عملنا إعادة كتابة للمعادلة عشان تتخيلوا انه الواي هات هي عبارة عن حاصل ضرب للويتس كلها. لما يكون في عندي حاصل ضرب هنا بتنتج المشكلة، مشكلة ايش؟ التلاشي او التضخم. كيف؟ هاجيت لما اضرب، لنفترض انه الويتس تبعتي كلها انه عبارة عن ارقام عشرية اقل من الواحد، اقل من الايدنتيتي. ايش هي الايدنتيتي ماتريكس؟ ايش هي الاي؟ انا مش عارف وين بدي ارسم لكم الاي. الاي الايدنتيتي ماتريكس عارفينها كلكم، هي ايش بتساوي؟ واحد واحد صفر صفر. لما انا احكي انه انا عندي الدبليو اقل من الاي، ايش ممكن تكون؟ 0.9، 0.7، 0.3، اي حاجه. لما اضرب ارقام عشريه مع بعض ايش بيصير؟ فانيشنج، تتضاءل. هذا في حال انه اصلا الويتس انا عندي كانت عباره عن ارقام صغيره اصلا انيشيالي. وطب لو كانت انه اكبر، أكبر كيف ممكن تكون؟ إنه مثلا على سبيل المثال هاي 1.5، صفر، 1.5، صفر. لما أضرب أرقام وتكون إنه هي أكبر من الواحد إيش راح يصير؟ حاصل ضرب أرقام كبيرة. شايفين الدبليو هدول كلهم عبارة عن حاصل ضرب أرقام أكبر من واحد، هتتضخم بشكل كتير كبير. كيف؟ لا 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 لا، أنا بحكيش إنه نصهم هيك ونصهم هيك، أنا بحكي إنه في مشكلة، أنا بوضح إيش سبب المشكلة، إيش سبب تلاشي؟ يعني صحيح تقريبا نوعا، لانه لما تكون انه هي حوالين الايدنتيتي بالضبط. هنا لاحظوا انه انا هيو مكتوب عندكم بلونين، اللون هذا اللي هنا 1.5 تمام، هي الواي هات بتساوي نو دبليو ال في مضروبة في انه قيمة الويت انه مرفوع على القوة ال ماينس واحد. فهلقيت هنا لما تكون 1.5، انا عندي عدد الطبقات، عشان هيك انا بحكي عدد الطبقات شبكة عميقة، يعني 1.5 احنا قلنا انه عدد الطبقات 10.5، 10 صح؟ فبالتالي انه 1.5 مرفوع على القوة 10، 1.5 مرفوع على القوة 10 راح تكون رقم كبير تمام بالنسبة كويت يعني. طب الحالة الثانية انه يكون اقل من الايدنتيتي، هي مرسومة بلون ثاني، نص ونص. فبالتالي انه طبعا هذا الكلام انه 1.5 مرفوع على القوة 10، طبعا هنا حكينا ال ماينس واحد عفوا، هنا 9 يعني مش 10 تمام، وهنا نص مرفوع على القوة 9، قديش ممكن انه هو يطلع؟ رقم ضئيل، انه هو عبارة عن رقم 20 تمام. طيب شو الحل؟ المشكلة كيف؟ نشيل الطبقات العميقة ونلغي مادة الديب ليرنينج. طيب المشكلة بتصير هذه، سؤال
انت جربتي صحيح مظبوط الكلام، المشكله انه انا اختار الانيشال ويت صح، لانه لو اخترت الانيشال ويت انه اكبر من الايدنتيتي او اقل من الايدنتيتي حيؤدي انه لا فانيش او اكسبلودنج للجريديانتس. لا ما هو كيف انا ايش بدي اسوي؟ بدي اسوي انه الدبليو الانيشال ويت بدي استخدم المعادله هذه في الانيشاليزيشن. تمام؟ ايش هي المعادله؟ ان بي راندوم راند. تمام؟ طبعا هنا راح احط الشيب، قديش السايز المطلوب؟ وايش اضرب؟ بالضبط بالضبط، فعشان هيك انا حضرب في هذا الترم، فالضرب في هذا الترم هو اللي بضبط الامور. ايش هو هذا الترم؟ اللي هو تحت الجذر 2 على ان ال ماينس 1. يبقى هنا دخلت عدد الطبقات في الموضوع وينه؟ هيو تمام؟ وعدد النيورونز في الطبقه. تمام؟ فبالتالي انا صار الموضوع نسبه وتناسب. كل ما كبرت عدد الطبقات بيكبر الرقم هذا اللي موجود في المقام. بهذا الشكل. تمام؟ يبقى انتم عشان تتخيلوا الموضوع انه هذه ان سكوير روت هي تحت الجذر. تمام؟ انه هنا مضروب انا عندي لامدا او عفوا مش لامدا 2، تمام؟ ممكن يكون انه هنا other variance، يعني انه هنا في بعض الحالات انه بيكون 1 على ان مرفوع على القوة ان ال ماينس 1، او انه انا يكون عندي هنا 2 تحت الجذر برضو ان مرفوع على القوة ان ال ماينس 1 في زائد ان مرفوع على القوة ال. فبالتالي انه اضافة هذا الترم اللي هنا، تمام؟ هذا الترم عادة مستخدم في الريلو، يعني هذه المعادلة المستخدمة في الريلو 2 تحت الجذر، يبقى تحت الجذر 2 على اللي هي ان ال ماينس 1. تمام؟ على حسب عدد الطبقات، يبقى الانيشال ويت المناسب لعدد الطبقات هذه كذا. بالضبط، مش راح تظهر عندي هذه المشكله لا الفانيشنج ولا اكسبلودنج للجريدينت. البي البي لانه المشكله البي ما فيش مشكله. بالضبط، المشكلة دائما في حاصل الضرب، عشان هيك احنا فرضنا المعادلة هذه بهذا الشكل. تمام؟